خلوني استعرض وياكم ملفاتي الرياضية، خلوني استعرض وياكم مسؤولياتي اللي أنا اليوم حاطها أمامي في المكتب الرياضي وأبي أحققها. مستحقات اللاعبين، ديون الأندية، إعادة هيكلة المؤسسات الرياضية لبناء صناعة الرياضة، صناعة الرياضة، قانون الاحتراف، تأسيس الأندية كشركات. بس جمعنا اليوم كله حق ملف واحد اللي هو مستحقات اللاعبين. في لقاء تاريخي جمع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع الأسرة الرياضية، حسم ملف مستحقات اللاعبين في خطوة جديدة للاتجاه نحو الاحتراف الرياضي. ما نفكر في الشوط المحلي ولا نفكر في المنافسة المحلية، ناخذ مملكة البحرين ونخليها تلمع وتسطع وسط العالم وننافس ونلكم أثقل من وزننا. احنا نقدر ننافس ونقدر نضغط هالدول لان احنا عندنا الكفاءات. مثل ما شفنا لقاء تاريخي، واعتقد يعني بداية اللقاءات التاريخية بتكون اول ملف سمو الشيخ ناصر، يعني تخلص من اول ملف واحنا قاعدين كأندية نطالع في الملفات الثانية. الاختيار جدا مناسب والتوقيت جدا مناسب، وأيضا الطريقة كلها من ناحية الدفعات وكذا، يعني من النظرة الأولى احنا نعرف انهم راعوا مصلحة الأندية وراعوا مصلحة اللاعبين. هو طبعا بالنسبة الى اللاعبين انا اقول لك شيء طيب 100%، يعني حتى احنا كجهاز فني الحين مثلا في الأندية هاي شيء بيريحنا اكيد، يعني مدرب او مساعد مدرب بيجي ويعرف ان لاعبين استلموا كل مستحقاته، هاي شيء طيب حتى في التمارين وفي المباريات الرسمية، لأنه بيعطي دافع لللاعب وبتغير نفسيته.